واش لا فامي، كنتمنى كاملين تكونوا بخير ولا خير. مرحبا بكم في نهار جديد عاوتاني. اليوم هذا النهار هذا غيكون ماشي عادي عاوتاني كيف العاده. اليوم غادي نمشيو نلعبوا واحد الماتش مع الدراري كما كتشوفوا هما جو عندي حتى الدار. والله انا فرحانه، هو قاضي عليه رمضان، قاضي علينا حتى حنا. ها ماما عندي نهضر. المهم الاخوان اليوم غادي نمشيو نلعبوا في البحر. جمعنا الدراري البارح في الجروب قلنا نقصروا شي ماتش، ندوزوا نهار الرابع ديال رمضان، يدوزوا الاجواء ديالو تما في البحر، شوفوا كيفاش غيكونوا. الدراري كيتسناونا، الجروب الثاني كيتسناونا حدا البحر. دابا حنايا بقى لينا غير انا اللي معطلهم. المهم غادي نمشيو للبحر وتعيشوا معنا الاجواء او معنا. احنا اللعاب البروفيسيونيل هما هادو. الله الله الله، سد لينا الخالي هاد الباب صافي. احسن سعود في العالم. زكريا زكريا سبعة اللي طيح حجر من الميت اللي بغيتي السبعة. خويا المهدي الله يحفظك ليا خويا، الله يعزك ليا عشيري. المهم الاخوان بقاو معنا، اليوم نهار ماشي عادي، كاين التقشفير. اسامة نطيحك على راسك، دبرتي على واللي عندهم شي خمسة ولا ستة مزيانين يجيبوهم مرحبا بكم. خلو سيرتو لنا في انستغرام نخليه لكم هنا الفوق، سيرتو لي ميساج ومرحبا. صافي الاخوان يلاه سيروا على الله. اليوم كاجي. بسم الله الرحمن الرحيم. المقابلة ديال اليوم مقابلة غتكون قوية ان شاء الله بين الفريقين. الفريق اللي لعبوا ضدو ديما كيبقى يقول لنا في الميساجات باللي تيقول لنا غادي نربحوكم غادي نربحوكم، ولكن اليوم الدراري عازمين باش ندخلوا ان شاء الله نحققوا 3 بوان، وهذا الفوز هذا غيخلي لنا نبقاو في الصدارة. كنشكر الجمهور. اش عاد زكريا دابا؟ كلمة أخ زكريا. السلام عليكم الإخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. كنقول لكم في هذه المقابلة إن شاء الله غادي نخرجوا فائزين. وبسم الله الرحمن الرحيم عاوتاني. معنا أخ زكريا. أخ ياسين. صافا كلشي مزيان، مهزوز أنا. جايبين هادو ماشي لعبوا ماتش، جايبين شناهو الحرب ولا ما عرفتش الزبل هذا. من ربعه ونص حنا هنا، شوف مول الكره راه هو راه مول البالون ها دوينا مع مول البالون. ريان ريان اج ريان، قول لهم كيدوز الماتش. وين واي اليوم شنو؟ يوم الجمعة يوم اخويا يونس غنفلعتك بكل رجولة. شو الدراري الزوينين تبارك الله، شو اللمسة سعود.
اميغ افون سونتر في المغرب محقور شريف تمان والله الا محقور. تبارك الله مروان داكوستا اللي هو لطفي كي كتشوفوا كادر ركيم شي حاجه اخرى باقي ما عرفناش. الله يحفظك ليا شي مباراه اخويا تحدينا ضد الدراري كيقولك في ميساج اش نربحوكم نربحوكم غنشوفوا اش نديروا معاهم. اش بالك اليوم مربوحه ملعوبه مربوحه مربوحه كي جاتك المقابله ياسين واخويا مقابله تشوجك من العربون داز ممتازه تبارك الله وكل البحر البحر ما ساعدناش ياه ان شاء الله غنشوفوا نهار الاثنين اللي غنلقاو ملعب اللي فيه الغاز ان شاء الله. تحيه للسائق شنو السائق مول الحافله مول الحافله كي جاكم ماتش الدراري الماتش يا محسن ها كي جا الماتش ها منعوش ليك من داك الشيء داك الشرف خويا المهدي الماتش كي جاك؟ لا لا شوي شوي ها هو المبرزيط راهي هنا ها شري ليا؟ لا شنو؟ شري ليا باغي ناكل وحنا غنمشيو نفطرو ما صايمش ولكن ها راه سول الحوان سي دير رمضان ما صايمش انت؟ لا باغي الماء اخ انا ناخذ لك اووو الاخوان بلا ما نوريكم شعرين النص من وجهي ماتش ناضي صراحة ما نقولوش شي ماتش ماتش ولكن المهم بينه وبين حيت البحر ما ساعدناش في اللعب كان باقي هاجم شوية. المهم داكشي اللي علينا راه درناه ديفو لينا ضحكنا الدراري داز ماتش زوين حتى واحد ما توعدش هذا هو أهم حاجة. المهم الإخوان كنتمنى الفيديو يعجبكم ونتمنى إن شاء الله نعاودو شي فيديوهات بحال هكا مع الدراري. المهم شكرا بزاف على المتابعة بصحة شفطوركم ان شاء الله وفراسكم مبروك عواشركم مرة اخرى ان شاء الله.